سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ المعنى: أرأيت يا محمد الذي يكذب بثواب الله وعقابه؟ فذلك الذي يدعو اليتيم. المعنى: فذلك هو الذي يدفع اليتيم عن حقه ويظلمه. ولا يحض على طعام المسكين. أي ولا يحث غيره على إطعام المحتاج من الطعام. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. المعنى: فالهلاك والعذاب للمنافقين الذين يصلون ولا يريدون الله عز وجل بصلاتهم، وهم في صلاتهم لاهون، يتغافلون عنها أحيانا ويضيعون وقتها أحيانا أخرى. الذين هم يراءون. المعنى: الذين يراءون بصلاتهم إذا صلوا، لأنهم يصلون ليراهم المؤمنون فيكفون عن سفك دمائهم، وهؤلاء هم المنافقون الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. ويمنعون الماعون، أي ويمنعون الناس المنافع التي عندهم.